كما سادت في زمن الخطيب وحسن شحاتة والكرة الجميلة. ونشوف الكابتن محمود الخطيب وهو يتذكر لقطة تاريخية له مع الكابتن حسن شحاتة. كنا في مباراة أهلي وزمالك والزمالك بيسنتر، هو اللي هيبتدي الماتش، واحنا كلنا واقفين، كل الناس بقى واهلي وزمالك جمهور، وجمهور كبير جدا طبعا. اللي هو الجمهور ده بقول لك اللي هو صاحب الفضل علينا بعد الله سبحانه وتعالى طبعًا يعني. طبعا. ف في بعض الناس ابتدت يعني تقول الفاظ لحسن فانا الماجورتي كان جمهور اهلي بقى يظهر ولا ايه؟ طبعا كان لا جمهورين ولا كانوا متوازن بس هما طبعا كانوا بيناوشوا بعض. اوكي كويس. فلما حصل كده فلسه الحكم لسه هيصفر، فرحت جاري راجل حكم استغرب كمان لما دخلت جوه، الحكم اجنبي، فلما دخلت جوه الدايره المفروض ما اخشش جوه الدايره والفرقه الثانيه الا سنتر يعني. فدخلت فهو بص واستنى ما صفرش، فرحت خدت حسن ورحت انا وهو بقى للجمهور الاهلي، وبعدين رحنا جمهور الزمالك مع بعض. سقفوا بقى، سقفنا لبعض وسقفنا لهم وهم سقفوا لنا وخلاص. كابتن الخطيب بيتقدم لحسن شحاتة، روح رياضية حقه. الخطيب نجم مصر بياخد حسن شحاتة نجم مصر وبيتقدم لجمهور النادي الأهلي وبيتجه سويا إلى جمهور نادي الزمالك. دي الروح الرياضية اللي احنا عاوزينها تسود ملاعبنا عشان نسعد بأبطالنا. لا ده احنا كده لازم ننبش في الماضي بصراحه، مش كده؟ طبعا حاجه جميله لما يكون في لقطه مضيئه زي دي لازم تبرز ولازم يتحكي عنها ولازم يتفهم دلالتها. عشان كده تستمتع جدا بكلام الكابتن حسن شحاته عن الاهلي وكلام الكابتن فاروق جعفر عن الاهلي، ولا يمكن ان تصدر منهم عيبه في حق النادي الاهلي. نجوم كبار حضر وقت جميل بالظبط، زي لما تسمع كابتن يعني الخطيب. انا كنت واحد من الناس كل نجوم يعني الفرقه، كنت صديق مقرب لكابتن عبد العزيز وكابتن شوقي وكان سهرتنا المستمره مع الكابتن غانم سلطان. ونروح له عندهم محل فاكهه كبير، وكنا نروح له نقعد عنده وبعدين ناخده ونروح بيه في حته، كنا اصحاب كلنا مع بعض. ويعني رغم ان انا كنت اكبر شويه بس انا بقول لك حضرت الروح دي، ويباتوا في بيوت بعض واصحاب جدا يعني. طيب اذا ما بلاش نتكلم في الماضي، لكن لو على الحاضر هو تتويج مستحق واسباب موضوعيه. التتويج المستحق اللي حصل للاهلي السنه دي هي بطوله اغلى من كل البطولات. اللي حصل السنه دي في بطوله الدوري وحصول الاهلي عليها، لاسارتي مارتن لاسارتي المدير الفني له حوار النهارده وانا شايف جريده اسبانيه، قال تعبير مهم جدا، الفوز الاهلي بالدوري السنه دي خلانا اتاكد من مقوله او حقيقه ان كره القدم ما فيهاش مستحيل. ما هو لو جه وشاف الثقافه بتاعتنا بثقافه الاهلاويه المستحيل مش اهلاوي. بس قال كلام كمان، قال لك كنت اتمنى ان انا احتفل مع لعيبتي قدام جماهيري. الاهلي عنده جمهور كبير لحد جدا النهارده، ما كان يستحق ان هو يحتفل بالبطوله طبعًا قدام طبعًا جمهوره طبعا. وقال تعبير حتى، قال لك الكره التلفزيونيه دي لا تقنع، الكره لازم مدرجاتها تكون مليانه، لكن لو الفكره بتلعب كوره للتلفزيون دي مساله ما بترفعش حتى المستوى. قال لك اللاعب محتاج هذا الباور من الجمهور مؤكد. فنتمنى جدا نتمنى ان ده ان شاء الله يؤخذ في الاعتبار بشكل جاد. تتويج مستحق واسباب موضوعيه وراء حصول الاهلي على بطوله الدوري السنه. ناس كتيره اتكلمت، لكنه اراء مذيعي او مقدمي برامج التوك شو ارائهم لما بيتكلموا في الكوره والرياضه بيبقى مهم. اولا هما باصين للمساله من منظور مختلف، ثانيا عندهم رؤيه غير مستهلكه زي بقيه المحللين والنقاد الرياضيين، رؤيتهم دايما وابدا فيها شيء من العاطفه بس فيها شيء من الموضوعيه. صديق العزيز محمد علي خير في القاهره والناس يرصد اسبابا موضوعيه لتتويج الاهلي بالدوري، نشوفه. الاهلي فاز يا اخوانا لان الاهلي ضغط على الزمالك نفسيا لما قرر يعين سيد عبد الحفيظ مدير للكره. وهذكركم تصريح شهير لكابتن عادل القيع او مهندس عادل القيعي، قال ان حسم بطوله الدوري خارج الملعب. طبعا
الزملكاويه قالوا او بعضهم يبقى شراء حكام و وكلام. القصه لم تكن كده، ولكن كان في حرب ذكاء، حرب نفسيه. سيد عبد الحفيظ قعد يصر من اول ما استلم مدير الكوره، الاهلي بطل الدوري، هناخد الدوري، احلم على قدك. بص كلام نفسي، الحكم ده ملاكي، الحكم ده مش ملاكي، عمل لك شغل اعلامي نفسي. تاني سبب خلى الاهلي يفوز بالدوري ان الاهلي بعد ما خسر بطوله دوري افريقيا قال انا مش هلعب كاس السوبر، انا هركز في الدوري، ولا سوبر سعودي مصري ولا سوبر مصري ولا الكلام ده، وقال لا انا هركز في الدوري، وده اعنف دوري وبيسموه بطوله دوري تاريخيه. ليه؟ لان ما كانش المنافس نادي الزمالك بس، ده كان نادي جديد اسمه بيراميدز، صرف عليه صاحبه آل الشيخ مليار جنيه عشان يجيب لعيبه، وصاحب بيراميدز دفع مرتب المدير الفني للزمالك وتمويل صفقات اللعيبه. فالاهلي قال انا هركز في البطوله. ثالث سبب خلى الاهلي يفوز ان الاهلي حول الازمات الى حوافز للعيبه. يعني الاداره عزلت نفسها عن المشاكل والقيل والقال، ما شفناش الخطيب رئيس النادي الاهلي يتورط في اي تصريحات خلاص. في سيد عبد الحفيظ مدير الكوره بيتكلم بس كده. الاهلي كمان في رابع سبب لفوز الاهلي بالدوري، قارنوا صفقات الاهلي وصفقات الزمالك، الصفقات الشتويه. الاهلي نجح انه يضم 3 لعيبه بس. الثلاثة لعيبة دول اللي ضمهم في يناير، اللي منهم حسين الشحات ورمضان صبحي وجيرالدو، الثلاثة لعيبة دول جابوا 9 أهداف، أنا جايبها لكم بالأرقام، وعملوا 30 أسيست. يعني الأسيست هي الكورة، آخر كورة قبل ما تدخل المرمى، يعني صنعوا 30 هدف، باصوا الكرة للاعب، اللاعب ده هو اللي جاب الجون. فمتخيل 30 اسيست، يعني بالبلدي الثلاثة دول جابوا 39 جون. فطبعا كان في حسم رائع للبطولة. خامس حاجة ان الاهلي لم يفرط في اي هدية اداها له الزمالك. يعني الزمالك كان يتعادل فيخسر نقطتين، يتغلب، تلاقي الاهلي في الماتش اللي بعده يعوض النقاط. بدليل الاهلي في اخر 10 مباريات 30 نقطة، خسر منهم 5 نقط، هزيمة من بيراميدز وتعادل مع الاسماعيلي، وحصد 25 نقطة. الزمالك بقى في اخر 10 مباريات الوضع كان مختلف، خسر 12 نقطة من اصل 30 نقطة، هزيمتين وثلاث تعادلات. فالاهلي خد 25 نقطه في اخر 10 مباريات، الزمالك خد 18. دول 5 اسباب موضوعيه خلت الاهلي يتوج بالدوري. طبعا استاذ محمد علي خير صديقك وصديقي وراجل اهلاوي جميل، لكن استطاع ان يرصد 10 اسباب كلهم الحقيقه لما تفكر فيهم حصلوا. ولكن أهم كلمة، كيف تحول الأزمة إلى حافز إيجابية؟ السلبية تستفيد منها تبقى إيجابية. هي دي عبقرية معالجة الأزمات والخروج من الكبوات. بس أنت لو كنت تقلت كده وصبرت مع الأستاذ فرج عامر، ده مسترسل، قال كلام مهم جدا. لما بنقول محتاج هنرجع بس ثانيتين كده، كان قال المهندس فرج عامر في التويتر اللي انا عرضتها على حضراتكم في الفقره السابقه، قال كانت على الفيسبوك، قال قبل النهايه بدقيقتين هنا بوريدا قال لي، ده في نهاية الكاس بقى، هنا بوريدا قال لي انا مش فاهم الاحتقان ده سببه ايه. قلت له انت السبب، كان ترتيب الاوراق وصنع النتائج وسرقه التعب والمجهود هي ابسط لعب اتحاد كره القدم السابق الذي يجب ان يحاكم علنيا.
وفي ميدان عام عما ارتكب من جرائم في حق كرة القدم المصرية، وقال الأهم من ذلك أنه الأخ أحمد مجاهد وبيصفه بأنه عشماوي الكرة المصرية سابقا بعت لي تهنئة بالعيد، يعني يقتل القتيل ويمشي في جنازته. والله العظيم لو قلت كل اللي عندي واللي شاهدته علنا واللي يعرفه كل من له علاقة بالوسط الكروي هتكون فضيحة العصر. هنا أنا بقى مش مع السكوت، هذا هو السكوت الذي ليس من ذهب. أستاذ إبراهيم، المهندس فرج عامر ده كان رئيس وقتها لجنة الشباب الرياضة بمجلس الشعب، الرقيب على الأداء الرياضي على كل الأجهزة التنفيذية في الدولة. لا، اللجنة دي هي بالذات المعنية بالرياضة. لا طبعا، فهي الرقيب المباشر على الأداء الرياضي، الوسط الرياضي كله. فما ما كان ينبغي أن يمر هذا الأمر مرور الكرام، وربما هو تحرج لأن الموضوع يمسه ويمس فرقته، لكن كلامه النهاردة لابد من التوقف أمام في جرائم لا تسقط بالتقادم، مش كده؟ ها طبعا، خاصة أن يقول لك أنا لو قلت اللي عندي هتبقى فضيحة العصر. مش فكرة العصر ولا المغرب، فكرة أنه ما دام في تجاوزات كبيرة ارتكبت وهو عليها دلائل، الموسم اللي فات ما ينفعش السكوت. الموسم اللي فات اصل مش محتاج ده، دي حاجات حصلت قدام الناس كلها. لما نادين يبقى من ميزانيه واحده بيصرفوا تقريبا، صحيح، يعني ما هو يعني في ايه تاني؟ والاشاده يعني لما نادي يكسب الكونفدراليه يقول لك نشكر فلان فلاني هو السبب في البطوله بالدعم. كان كله تكتل ضد الاهلي، كانت محاولة لإسقاط مجلس الإدارة والضغط على الكابتن محمود الخطيب وإفشال مشروع الأهلي بشتى الطرق. لكن أنا ليه قلت لك اقرأ الأهلي كسب قبل ما تنقل الجملة الأخرانية؟ الفقرة اللي قريتها أنت دلوقتي دي وكانت مهمة جدا، لأن هو بيطالب بفتح التحقيق. أنا مش عايز بقى أوصل إلى هذا المدى، يعني يا ريت طبعا يحصل حتى إن كان في هذا صعوبة، بس عشان كده بقول لك المرحلة اللي احنا فيها دي هي أخطر مرحلة على الكرة المصرية، وهي مرحلة البناء للمستقبل، وهي مرحلة التوقف للاستفادة من كل أخطاء الماضي وعدم تكرارها. أنا عشان كده بقول لك رئيس اللجنة يجب أن يكون رجل دولة يعي كل هذه الأهداف. لابد اللجنة دي تفهم أنها عليها مسؤولية تاريخية، ما ينفعش انتماءاتنا تكون موجودة في اللجنة دي، ما ينفعش عدم خبراتنا تكون في اللجنة دي، ما ينفعش غير ان لجنة تيجي تؤسس للمستقبل عشان نلحق بكرة القدم الحقيقية، لان عندنا من المواهب اللي يسمح لنا بهذا الامر، ينقص التنظيم. طيب، برغم كل هذه الظروف توج الاهلي، والحقيقة كان من المدهش والغريب انه الناس من بدري قوي استبعدت الاهلي من الترشيحات، ورشحت الزمالك، وفي ناس رشحت بيراميدز. دكتور طارق الادور الصديق العزيز، الناقد الرياضي والمعلق الرياضي والطبيب النابغ، له راي لما قال ان الزمالك هياخد الدوري واستبعد ترشيح الاهلي، كان عنده من الامانه والموضوعيه انه يرجع يعتذر. نبدا الكلام مع حضرتك كده من نقطه ليه الاهلي قدر يفوز بالدوري، الدوري اللي كان صعب بالنسبه للنادي الاهلي كمان. الحقيقه قبل ما اقول لك الحته دي لازم اعتذر لكل الجماهير، واعتذر لكل المشجعين، واعتذر لكل الناس، ان انا كنت من واحد ممن تنبؤوا بفوز الزمالك بالدوري، وكان بدري قوي وتوقعت ان الزمالك يفوز بالدوري. استندت في هذا التوقع الى عنصرين اساسيين. العنصر الاول ان الزمالك كان فريق كويس قوي، وإن الزمالك ابتدى بداية كويسة جدا، وإن الزمالك ما كانش بيخسر نقاط كتير زي كان المعتاد، وإن الأهلي كان متعثر، والأهلي لم يكن في حالة جيدة، إصابات وفنيا وكل تاريخيا. الأهلي كتير قوي بيكون في هذا الموقف وبيرجع بيعمل ريمونتادا وبيرجع في النقاط. طب اشمعنى السنة دي أنا توقعت الزمالك؟ لأني ما تخيلتش إن مهما الأهلي الزمالك فقد من نقاط الأهلي بيفقد نقاط، وبالذات ان ده حصل على مدار المسابقه. اما الاهلي رجع من بطوله افريقيا الاولانيه اللي هي خسر في الترجي من النهائي، وكان لازم يعوض فارق 24 نقطه الزمالك سابقه بيها، فاول مباراه لعبها
وقع قدام المقاولين العرب، خسر قدام المقاولين العرب، فزود الفارق. يعني انت عايز تعوض فارق، مش عايز تخسر المزيد. بعدها بمباراتين اتعادل مع الداخليه ففقد نقطتين تاني، بعدها بمباراتين تاني راح خسران من بيراميدز. يعني خسر 8 نقط في 5 مباريات لعبهم بعد فتره البطوله افريقيا. فالاهلي بيفقد، حتى لو الزمالك فقد مش هيقدر الاهلي يعوض هذا الفريق. هو اللي متوقعوش دكتور طارق، وهو راجل بتاع تحليل يعني، ان الاهلي بعد 8 نقاط دي ما فقدش غير نقطتين. الحقيقه ريمونتادا قويه، وهو ده اللي كسب. هو ده فكره لما كابتن سيد كان بيقول انا ما يهمنيش ابقى البطل في شهر فبراير، انا عايز اكون البطل اخر الموسم. لان في قبل فبراير شهدت كل العثرات اللي بيتكلم عليها دكتور طارق، لكن بعد كده الحقيقه الصحوه التي كان عليها الاهلي ما بيفقدش وبيكسب، وفي اللحظات الاخيره. ودي هتقولي اشمعنى الشهرين اللي بعد يناير في ارتباك وبعد كده؟ هي مرحله الاندماج والانصهار لما العناصر الجديده تبدا تعشق مع القديمه، ورجعت الاصابات، وابتدى الفريق يجد هويته وشخصيته واستطاع ان يستمر. فكمان هو عدت. طيب دكتور طارق الادور اعتذر عن تجاهل الاهلي وترشيحه للزمالك، بس عدد بقى 5 مش 10، بس عدد اسباب تتويج الاهلي صحيح، نشوفهم. انا لخصت كده، قلت 10 عناصر اساسيه ليها دور كبير في فوز الاهلي بالدوري. نمره 1 قاعده تدوير اللاعبين. الاهلي دور اللاعبين مرغم، مرغم، خلي بالك كتر الاصابات دي كانت مشكله. بس زي ما بيقول كده المثل، رب ضاره نافع. الضرر اللي وقع على الاهلي باصابات كتير من اللعيبه خلى الجهد بتاع الموسم يتوزع على عدد كبير من اللاعبين، لدرجه الاهلي اشرك الموسم دوت في المسابقات المختلفه 43 لاعب، 43 لاعب اتوزع عليهم الجهد. الزمالك كان عنده 13 14 لعيب شالوا الموسم كله، يعني باستثناء الاساسيين اللي بنتكلم على جنش وبنتكلم عن النجاز وعبد الله جمعه وفي القلب محمود علاء وجنبه الونش فرجاني وطارق حامد، التشكيله دي مين اللي دخل عليها؟ تلاقي جوه في القلب مثلا محمد عبد السلام ومحمد عبد الغني شويه، نص الملعب محمود عبد العزيز شويه، تحت راس الحرب. يعني العدد اللي اشترك ما بين 13 14 لاعب اتوزع عليهم مجهود الموسم الكامل، كانت النتيجه السقوط المروع في النهايه وفقدان النقاط. فقلنا تدوير اللاعبين. نمره 2 ان النادي الاهلي كان الطبيعي بعد ما خسر من بيراميدز في ماتش العوده، يعني خسر ذهاب وعوده، ان كان لاسارتي لو النادي الاهلي زيه زي انديه كتير بالسلامه لاسارتي، لو كان لاسارتي مشي كان الاهلي فقد الدوري. لان الاستقرار ان بقي الجهاز زي ما هو وفكره هو وفي فترة حساسة من الموسم، عكس الزمالك اللي غير جروس قبل النهاية بثلاث ماتشات. أيوه. فطبعا انت بتغير مدرب فاضل 9 نقط بيحسمه لقب، ده كان غلطة كبيرة. نمرة 3 امتلاك مقومات البطل. طول عمره الاهلي عنده مقومات البطل، دايما في الاوقات المناسبة بيظهر ويبقى اللعيبة عندهم صلابة. احنا عجبنا في منتخبات كأس الأمم الجزائر ليه؟ عشان الروح القتاليه، الاهلي عنده الشراسه والروح القتاليه دي بتيجي في الاوقات الحاسمه من الموسم. نمره 4 تجاوز الضغوطات. دايما اما اجيب 3 نقط في الاسبوع الاول او الثاني او السابع او الثامن، غير اما اجيب الثلاث نقط دول في الاسبوع ال 30 وال 31 وال 32 وال 34، ده غير ده خالص. ايوه، في هنا ضغوط وهنا ما فيش ضغوط. الاهلي اتعود انه بيلعب تحت الضغوطات دي افضل فريق في مصر. اما يجي يتعرض للضغوط دي بيلعب فيها اكتر. الزمالك جاء تحت الضغوطات خسر اغلب النقاط اللي سببت في فقدانه اللقب. نمره 5 تعاقدات الشتاء. التعاقدات اللي عملها النادي الاهلي فتره الشتاء، وبالذات لما اقول رمضان صبحي وحسين الشحات وبرضه في نص الملعب حمدي فتحي، عملوا فارق كبير جدا في النادي الاهلي وعوضوا الاصابات اللي كانت اثرت على عدد كبير من اللعيبه. هو قال 5 اسباب، لكن هم في 5 اسباب اخرى انا عايز اكملهم على بعض ونناقشهم مره واحده. طيب فنشوف الاسباب الاخرى. نمرة 6
ان حصل ريكفري بسرعه لعدد كبير من اللعيبه المصابين في الوقت المناسب من الموسم. يعني احنا بنتكلم في الموسم ده فيه 40 اصابه للاهلي، مش 40 لاعب اتصابوا، لا 40 اصابه. يعني احمد فتحي اتصاب ورجع واتصاب تاني ورجع، وتلاقي فريد سليمان اتصاب 3-4 مرات، وتلاقي احمد الشيخ اتصاب مرتين ثلاثه. يعني في لعيبه اصيبوا خلال الموسم الواحد اكتر من مره. ففي 40 اصابه مختلفه. ازاي انا ارجع اللعيبه خلال الموسم ده؟ دي نقطه تفوق، وكانت دي نمره 6. نمره 7 بقى، بص النقطه دي مهمه جدا. اتفضل. ممكن لعيبه الاهلي نفسهم ما كانوش مصدقين ان هم ممكن يرجعوا للدوري. اللعيبه نفسها مش مصدقه، بس الجمهور مصدق. هتقولي طب الجمهور هو الجمهور هيلعب؟ لا، الجمهور هو اللي ادى الثقه للاعيبي الاهلي ان هم هيرجعوا. يعني حتى وانا ما عنديش امل ان انا ارجع، الجمهور شايفه زائقني، فانا بطلع كل الطاقات اللي جوايا. ودي نقطه مهمه جدا. عارفه بقى، عايز تعرف المقابل، جمهور الزمالك ممكن يبقى فاضل ماتش واحد وهياخد الدوري، ما يبقاش عنده الثقه دي، ما يبقاش عنده هذا الكم من الثقه. نمره 8، الجماعيه وانكار الذات. في جماعيه في النادي الاهلي وانكار ذات. يعني تلاقي فرقه تانية لو لعيب قعد احتياطي شويه يزعل وتبتدي تنشق الفرقه. ايوه. لا، هنا كان، والدليل ان تلاقي لعيبه كانت من نجوم الموسم ومن نجوم الاهلي على مدى تاريخه، يعني زي احمد فتحي قاعد بره مش مشاكل، قاعد وقلبه مع الفرقه. حسام عاشور شفت لما جاء الجول الثاني للنادي الاهلي وهو واقف ورا الجول بيسخن، شوف التفاعل بتاعه. وهو السنه دي اقل موسم في تاريخ النادي الاهلي لعب مباراه في الدوري، 11 مباراه فقط. لسه كنا بنتكلم كمان من كام يوم مع كابتن شريف اكرامي حارس مرمى النادي الاهلي، واللي برده مش بيشارك بشكل اساسي خالص الموسم ده مع النادي الاهلي، واللي بيتكلم فعلا عن نفس النقطه دي. هو ليه دور، ودور مهم جدا، قادر ان هو يعمله من مؤازره لمحمد الشناوي، ومن بياكد ان هو واحد من كوادر النادي الاهلي، ومن الدفع والدعم. دي النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها. انا انت لسه كنت هقول لك شريف اكرامي كمثال. الثلاثه اللي ما بيلعبوش نجوم، احمد فتحي وشريف اكرامي ونتكلم وحسام عاشور لعيب التاريخي للنادي الاهلي، اكتر لاعب حصل على بطولات في تاريخ الكره المصريه. فكل دول عادي، الفريق لحمه واحده في الوقت المناسب، كان لحمه واحده. تعالي بقى لنقطه مهمه جدا برضو، النقطه رقم 9. ايه هي رقم 9؟ تحصل بقى ايه؟ حرب كلام. ايوه. الحرب الكلام دي الزمالك كان كل لما يطلع حد من الزمالك يتكلم على الاهلي. يا عم ما تتكلم على فرقتك، لا اتكلم على الاهلي. لا بس الحق يتقال. كان تصريحات من الناحيتين، من الناحيتين. انا معاك، بس في الوقت المناسب ده مركز وده مش مركز. افكروني بايه؟ ب 2009 10 2011 حصل ايه؟ الزمالك كان متقدم بست نقط، جه الاهلي عوض عوض عوض، جابان وجوزيه راح مصدر الضغوط كلها على الزمالك وقال للعيبه انا مش عايز دوري. هو جه قال انا مش هلعب على الدوري، فحرر اللعيبه من الضغوط خالص خالص خالص، وصدر الضغوط كلها الناحيه الثانيه. ده اللي حصل دلوقتي. الضغوط كلها الناحيه الثانيه، والارتباك كله الناحيه الثانيه، والنادي الاهلي ماشي بسلاسه. اخر نقطه بقى، الاصابات. الاصابات اللي هي كانت زي ما قلت رب ضاره نافعه، وزعت المجهود على عدد كبير من اللاعبين، وسببت الروتيشن الاجباري او تدوير اللاعبين الاجباري. فارق ان انا كمدرب عندي الرفاهيه، انا بقول النهارده مش هلعب حمدي فتحي، هلعب حسام عاشور، بكره مش هلعب وليد ازارو، هلعب مروان محسن. دي برفاهيه، لكن في، انا مجبر ان انا في وقت من الاوقات كان عند النادي الاهلي ثلاثه رؤوس حربه، وليد ازارو وصلاح ومروان محسن وصلاح محسن، الثلاثه اتصابوا. النادي الاهلي في الانتقالات الشتويه وقال ايه؟ اجيب عمرو جمال. أيوة. الرابع اتصاب. الاربعه رؤوس حربه. ده هنا مفيش رفاهيه، في مضطر ان انا اقدر اعوض الاصابات دي. يعني الاصابات رب ضاره نافعه، وهنا النقطة اللي لازم الناس تفهم، لماذا بدأ الأهلي متعثرا؟ حجم الإصابات في النجوم، ألمع النجوم، ده أنا حتى يعني قلت لك في حلقة من الحلقات زي ما يكون قناص بيدور على نجوم الأهلي ويعورهم، يصطادهم واحد ورا الثاني. فترة طويلة غاب أزارو، فترة طويلة غاب جايه، فترة صحيح. طويلة غاب علي معلول، فترة ألمع النجوم كانوا بيغيبوا عنك، طبعا بالاضافه الى رامي ربيعه وبالاضافه الى سعد سمير، فبيجي لك وقت ما كانش عندك سرد باك. فطبعا الاصابات الكتيره دي يمكن لما رجعت ودعمت ادت عمليه التدوير حقها. الدور الاداري اللي خارج الملعب اللي احنا هنفرد له الفقره اللي جايه،
بس بصوا الدكتور، وعلى ذكر ان طارق الادوار راجل دكتور طبيب، حتى كلامه على الاصابات، ما يا جماعه الناس لما الاصابات كترت في فرقه الاهلي او بالشكل اللي الدكتور طارق الادوار اتكلم عليها، الناس جنحت بقى للسحر والشعوذه ومعمول العمل والكلام الكتير اللي اتقال. الاهلي جنح للعلم، جنح للعلم، وفاكرين انتوا كيف ادار الكابتن محمود الخطيب هذا الملف الصعب برئاسه الدكتور احمد عبد العزيز، انه يشكل لجنه طبيه فيها قمم الطب في مصر برئاسه العلامه الدكتور احمد عبد العزيز، ويجيب اساتذه كبار جدا في اصابات الملاعب المختلفه عشان يشخصوا الحاله وعشان يقولوا تفسير علمي وعشان يتم التصدي لهذه الظاهره. وبالفعل تقلصت الظاهره، وبالفعل تقلصت. فلو في اسباب موضوعيه حقيقيه، هو ده اللي بيحصل، هي دي منظومة العمل الإداري بشكل علمي وبشكل فيه من الخبرات يخلي الفريق يعمل هذه الرومنتادا التاريخية اللي هيذكرها التاريخ كتير، واللي خلت نجوم الفرق المنافسة هم اللي يشيدوا بالأهلي في لحظة من الموضوعية. تسمع الكابتن حازم إمام في لحظة من الموضوعية، تسمع الكابتن تامر عبد الحميد في لحظة من الموضوعية، تسمع كمان الكابتن أيمن منصور. النادي الاهلي طبعا عنده كان الاصرار وعنده ان هو عايز يواصل وعايز يلعب لاخر مباراه، واراد فعلا عنده هدف ان هو عايز ياخد بطوله او يحصل على بطوله الدوري، فده المراد ان هو في الفكر بتاعه، وقدر يحصد اللقب الكبير طبعا لقب الدوري العام المصري. فانا شايف ان فرحه النادي الاهلي طبعا تستحق، لان هم برضو يمكن طول الدوري عندهم برضو العزيمه، وتحس ان هم عايزين يقربوا من نادي الزمالك، ورغم الفرق الكبير طبعا كان في التنظيم وكان في التحضير ما بعد امم افريقيا، ان هو عايز يوصل للهدف دوت. واللي خلاهم كده اكتر يا كابتن مدحت التنظيم اللي هم عملوه في ال 48 يوم دول، تحس ان في فرقه راجعه منظمه، في فكر للمدير الفني، في عناصر اساسيه، في تنظيم للفرقه، في اللي هو الشكل والاسلوب. شفنا النهارده الشكل والاسلوب عامل ازاي، على الرغم ان النادي الاهلي كانت المباراه بالنسبه له سهله، فريق المقاولين لا منه هاجم قوي ولا تحس ان هجوميا ضعيف، دفاعيا اضعف، فبالتالي النادي الاهلي برضو نفذ عليه الاسلوب بتاعه اللي هو عايزه، اللي هو فريق منظم عارف عناصره الاساسيه اللي هبدا بيها ايه. طبعا مع ان طبعا الفكر المدرب لاسارتي رغم الصعوبات والمنحنيات اللي كان فيها النادي الاهلي، استقرار الجهاز الفني يا كابتن مدحت، فاستقرار الجهاز الفني من نجاح النادي الاهلي. طبعا ان انا شايف ان برضو النادي الاهلي النهارده تحس يا كابتن ان الاسلوب بتاعه، طبعا في مجموعات لعب، في اطراف بتلعب، وحتى الاهداف شفناها ان حسين الشحات ما شاء الله حاجه جميله جدا، ونهى وده برضو نجاح للاسارت ان هو مصمم عليه، يعني مصمم عليه. كنا بنقول في البدايه برضو ان هو لعيب عارف الامكانيات بتاعته، ويمكن المباراه النهارده شفنا طبعا النادي الاهلي بيلعب على الجناب بشكل رائع كابتن، يعني عامل اتساع للملعب كويس قوي، يعني لو شفنا مثلا في الدقيقه 3 مثلا والدقيقه 11 والدقيقه 30 هنروح بعد شويه للكلام اللي هو لكن احنا بنقول برضو النادي الاهلي حقق المراد وعمل اللي هي اللي زي ما تقول المعجزه اللي هي حصوله على الدوري. تلخيص علمي، تلخيص دقيق، تلخيص منصف. أيوة. منصف يا اخوانا. أيوة. الناس بتنصفنا، احنا مش عايزين ننصف نفسنا، يعني ما يخليش وجهه نظر معلبه ان بيعمل ايه لاسارتي ده. الراجل شايف جمل وشايف توسيع للملعب وشايف اطراف بتلعب وشايف ده، ما بيجيش اعتباطا يا اخوانا، بيجي نتيجه فكر وتدريب. مش ممكن ما يكونش في احسن حالاتنا، وممكن يكون عايزين احسن من كده، ده مؤكد مش ممكن، وممكن امكانياتنا تسمح لنا باكتر من كده، ولكن نقف مع فرقتنا وشيء من الانصاف هنوصل اللي احنا عايزينه باذن الله. لكن ايضا عايزين نشوف تامر امين قال ايه. اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. مش عارف ليه كتفي بيوجعني، الحته الحمراء دي بالذات ضايقاني دلوقتي، بعد ما بلغنا ان الاهلي احرز الهدف الاول. مش بلغنا، ده احنا بلغنا وشفنا ان الاهلي، خليها كده شويه، الاهلي احرز الهدف الاول. السلك حلو، عجبني السلك، مالكش دعوه.
الاهلي احرز الهدف الاول دلوقتي في الدقيقه 27 من الشوط الاول عن طريق علي معلول علولو، اللي انا شايف انه يجب ان يمنح الجنسيه الاهلاويه، لو في جنسيه اهلاويه يجب ان يمنح علي معلول، حقيقه واحد من اهم لاعيبه النادي الاهلي، الظهير الايسر لنادي الاهلي ومنتخب تونس، واللي مش عارف ازاي مدرب منتخب تونس ما خدوش معاه كاس الامم الافريقيه، مش فاهمها ومش عارفها ومش عاقلها ومفيش عاقل يعمل كده، يعني احسن ظهير ايسر باك شمال في افريقيا كله ما يتاخدش، مش معروف، بس الحمد لله عشان يحافظ على مجهوده ويحرز الهدف الاول دلوقتي، وان شاء الله الدنيا تكمل على كده باذن الله، ساعتها نقلع كل الابيض ده ونحافظ على الاحمر بس.